الخبر اول اللي عدنا عن بيسان، اسماعيل المفاجات يا حبايب. فبيسان نزلت على حسبها بالانستغرام هذا الستوري اللي كانت كاتبه بي انه اكو مفاجاه وانه اكو راح تلتقي بشخص صار 9 سنين هي ما ملتقيه بي. هذا خلى يا حبايب اغلب المتابعين توقعوا انه هي راح تلتقي ويا ابوها. فيلم يعرف يا حبايب انه ابوها منفقد، هو كان بسوريا منفقد من عام 2013، يعني تحديدا صار له 9 سنين. فاغلب توقع انه هي راح تلتقي وياه لان بالستوري هي كاتبه صار لي بشايفه 9 سنين، ولكن للاسف يا حبايب هي نزلت هذا الستوري كانت ملتقيه ويا ابن خالها. الله يخليهم لبعض يا رب. ولكن يا حبايب اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. ننتقل حاليا لناريني بيوتي، وهل هي يا ترى تحجبت؟ فناريني يا حبايب نزلت هذا البوست اللي كان حاطه به هذه الصوره هي لابسه الحجاب، ولكن يا حبايب هي ما تحجبت، ولكن مجرد انه تضامنا ويا شهر رمضان حابه تلبس الحجاب. فاكتبوا بالكومنتات هل عجبكم شكلها بالحجاب او لا. ننتقل حاليا لاحمد ابو الروب الصبي يا حبايب ولا مو ناجي، ولا فالحمد لله انهم تصالحوا. فلما يا حبايب نزلت هذا الستوري كاتبه بي انه الحمد لله انهم تصالحوا بعد المشكله اللي صارت ما بينهم. فاكتبوا بالكومنتات هل تفرحتوا او زعلتوا على هذا الشيء. ننتقل حاليا نور مار يا حبايب، ومن هو ضيفه برنامج الجديد اللي هو اثنين في الخلاط. فنور مار نزل هذا الستوري او هذا المقطع بالانستغرام انه انس شايب هو الضيف الجديد، وانه راح تكون حلقه وضح بيها هواي كلام على اليوتيوبر هواي اشياء. راح اعطيكم البرومو مالته شوفوها. مميز مع عضلات، كل يوتيوبر ذكر اسمي بفيديو عنده او حكى عني اليوم راح اذكر اسمه. مربربه تفضل. مش اسود وعيونه خضر ياخذ ورشتي. كثير متحمس اني احط الخلاط واخلط. جبني او افتح كنت بدي رفع ايد وبوقع على الارض. دلقوني وانا صغير كرملة. تذكر لي اسمه، اذا ما ذكرت تقول لي انه بيسان بساهر منذر. يا رغده بربي خلاص يا رغده. لا بيسان لا. اول وجبه كانت عند نور شبس وانا بضغط ابصر شو مال يمين روح تعال يلا تعال. انتقل حاليا الصبا يا حبايب وموت عمها. فنزل احمد ابو الروب هذا الستوري كان كاتب بيه انه عمها الصبا هو توفى، الله يرحمه يا رب، ويطلب من المتابعين انهم يدعوا له، وان الصبا ممكن تغيب فتره عن السوشيال ميديا وبعدها راح ترجع، والله يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنه. ولا تنسون يا حبايب ان تدعوا له، الله يرحمه يا رب. بس والله وصلت المقطع، فاشتركوا باللايكات عشان تكون فايز زي مقاطع مثل القصص. احبكم وبس، مع السلامه.